عن قادة عظام من رموز العسكرية المصرية أطلقت أسماؤهم على الدفعات خريجي هذا العام تخليداً لما قدموه من أعمال بطولية قادة في وجدان الأمة. تحفل سجلات التاريخ العسكري برموز عسكرية مصرية مضيئة استحقت أن يكتب التاريخ أسماءها في سجلات الشرف للعسكرية المصرية. ومن هؤلاء الرجال الفريق أحمد علي فاضل قائد القوات البحرية الأسبق، التحق بالكلية البحرية وتخرج فيها عام 1959، شارك في حروب مصر المعاصرة وتدرج في العديد من المناصب القيادية بالقوات البحرية حتى وصل إلى منصب قائد القوات البحرية في الفترة من عام 1990 حتى عام 1996. وتقديراً لدوره وتاريخه العسكري أطلق اسمه على الدفعة 74 بحرية. الفريق أحمد عبد الرحمن نصر قائد القوات الجوية الأسبق، حيث التحق بالكلية الجوية ضمن الدفعة 5 جوية وتخرج منها عام 1956 وتدرج في العديد من المناصب القيادية بالقوات الجوية في الفترة من عام 1990 حتى عام 1996. وتقديراً لعطائه أطلق اسمه على الدفعة 90 طيران وعلوم عسكرية جوية. الفريق مصطفى أحمد الشاذلي قائد قوات الدفاع الجوي الأسبق، تخرج من الكلية الحربية عام 1955 وفور تخرجه التحق بوحدات وتشكيلات الدفاع الجوي وتدرج فيها حتى وصل إلى منصب قائد قوات الدفاع الجوي في الفترة من عام 1987 حتى عام 1990. وتقديراً لعطائه العسكري استحق أن يطلق اسمه على الدفعة 51 دفاع جوي. عقيد شهيد حسام حمزة عبد العزيز التحق بالكلية الفنية العسكرية وتخرج فيها عام 2000 ضمن الدفعة 37 فنية عسكرية. تم تعيينه ضمن أعضاء هيئة تدريس الكلية وساهم بعطائه وفكره في خدمة الوطن، وقد استشهد البطل أثناء أداء مهامه الوطنية في 28 من فبراير عام 2015. وتقديراً لما قام به للدفاع عن أرض الوطن استحق أن يطلق اسمه على الدفعة 60 فنية عسكرية. فريق فخري حسن صبري مدير إدارة الخدمات الطبية الأسبق، تخرج في كلية الطب عام 1937، التحق بالقوات المسلحة وتدرج في المناصب القيادية بالخدمات الطبية حتى وصل إلى مدير إدارة الخدمات الطبية. وتقديراً لعطائه استحق أن يطلق اسمه على الدفعة 5 لكلية الطب بالقوات المسلحة. لواء طبيب أركان حرب أحمد إبراهيم علي مدير إدارة الخدمات الطبية الأسبق، تخرج في كلية الطب عام 1947، التحق بالقوات المسلحة، شغل العديد من المناصب في الوحدات الطبية بالقوات المسلحة حتى وصل إلى مدير إدارة الخدمات الطبية. وتقديراً لدوره في تطوير المنظومة الطبية بالقوات المسلحة استحق أن يطلق اسمه على الدفعة 6 لكلية الطب بالقوات المسلحة. تسطع الأسماء المضيئة في سجلات العسكرية المصرية ويتجلى اسم الفريق أول يوسف صبري أبو طالب، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، تخرج من الكلية الحربية ضمن الدفعة 23، شارك في حروب مصر المعاصرة وأهمها حرب أكتوبر المجيدة، تدرج في المناصب القيادية بالقوات المسلحة، ثم توج عطاؤه بتولي منصب القائد العام للقوات المسلحة في الفترة من الرابع عشر من إبريل
عام 1989 وحتى 20 مايو عام 1991، وكعادت القوات المسلحة لم تنسى عطاء أبنائها الأوفياء، أطلق اسمه على الدفعة 117 حربية والدفعة 52 كلية عسكرية تكنولوجية. وتتوالى العصور وتمر السنوات وتتعاقب الأجيال في حمل الرايات، ولا تنسى الأمة المصرية رموزها المضيئة جيلا بعد جيل.